مناظير الغدد اللعابية دي في الحقيقة أرفع مناظير اخترعها البني آدم. قطرها تخيلوا إن هو 1.3 أو 1.6 ملي. المناظير دي رفيعة جدا جدا لغاية إن هي ممكن تخش داخل القنوات اللعابية وتشوف جواها فيه إيه. استخدامات مناظير الغدد اللعابية دي خلتنا نقدر إن إحنا نخش نطلع حصوات أو نوسع ضيق في مجرى القناة بتاعت الغدد اللعابية، وبالتالي نحافظ على الغدد اللعابية للبني آدم من غير ما يتم استئصالها. طبعاً ده عمل ثورة كبيرة جداً في مرضى اللي عندهم مشاكل في الغدد اللعابية، بالذات اللي عندهم حصوات أو عندهم التهابات متكررة، إن هو بنقدر إن إحنا نحافظ على الغدة اللعابية من غير ما تتشال، من غير ما نعمل أي فتح خارجي ولا أي جراحة كبيرة، والمريض بيحافظ على الغدة بتاعته وبيعمل عملية في بالمنظار ويطلع في نفس اليوم من غير ما يعمل جراحة كبيرة زي ما كان موجود قبل كده. كان معاكم الدكتور عماد أحمد مجدي، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة وكلية طب جامعة الإسكندرية. تابعونا على The Clinic.